صحتين وعوافر. عدنان أهلين وسهلين ابني. تعا تعا اقعد يا روحي، لولاك ما كان طلع عزت من الحبس، لولا همتك سمعت عيلة كيرمان كانت رح تتبهدل. أهلين وسهلين عدنان، أهلين بالغالي. أنت عمدة هالقصر وآغى عيلة كيرمان وحاميها، بفضلك أنت ابني عزت وعشيرة كيرمان بأمان. لا تاكلي هم ستي، أمور العشيرة بإيدين آمنة. وطول ما أنا رح ضل آغى هاي العشيرة رح يكون كل شي مثل ما بدك ستي، وهذا وعد. عمو منصور ما عم يرد وما فينا نستنى كتير. أنا خايفة زينب، شو بدنا نعمل؟ معقول نخليه مربط؟ رح أتصل بالشرطة. شو عملتوا فيني؟ فكوني. وقف لا تتحرك كتير، بيفكوا القطب. قلتلكن فكوني. والله لا قتلكن، رح قتلكن انتو التنتين وبتشوفوا. فكوني. لازم تضل هادي، جرحك كتير حساس وممكن ترجع تنزف. ما رح يجي عزت بعد هلأ، بتمنى انه يجي. عائلة كيرمان طول عمرها كانت إيد واحدة، ولازم إن تضل هيك. لازم تعرفي إنه أصابيعك مو مثل بعضها. عدنان تعب وتعذب لحتى يثبت إنه عزت بريء، بس عزت ما طلع منه ولا كلمة شكر، وتركنا ولا كأنه واحد من العائلة. يا ريت يجي ويقعد معنا. ما في داعي نقعد ونستناه، لو كان ناوي يجي كان اجى من زمان. يلا تفضلوا كلوا. لا تكون واثق كتير عدنان اغا. انك اجيت. قلت بما انه الكل حابين انه اجي مو حلو يكسر بخاطرهم. لا بقى تتحركوا، اهدى شوي رح ينفكوا القطب. لكن استعجلوا وقتلوني بسرعة دكتورة، لأنه ربطي ما راح يفيدكم. نيرمين راح تموت، عقوبتها معروفة، أنا راح أقتلها. أختي زينب، معقول عم تفكر بالقتل؟ يلي بوضعك لازم يكفر عن ذنوبه. لك ما عندك ولا شوية ضمير؟ الله ما راح يسامحك على اللي عم تعمله بهالمسكينة. هي غلطتها كبيرة، غلطت بحقنا. هي الحقيرة فتحتنا قدام العالم كله. ما لا مهرب بنوم وراح اقتلها. شكراً عزت لأنك ما كسرت بخاطري واجيت. سفرتنا عمرت بوجودك. وهلأ لازم نرجع ايد واحدة، ما ضل عنا وقت لنضيعه.
الزعل اللي صار والمشاكل البسيطة لازم نتركهم ورا ظهرنا. عزت، من اليوم ورايح رح ترجع على القصر وتدير بالك على شغلك. ستي لورين، هالشي مستحيل. شو قصدك انه مستحيل عزت؟ اللي وسخ اسم عيلتنا بقصة المخدرات وحاول يقتلني إلي أكثر من مرة وضحك على الكل على اساس انه هو البطل وما حدا بيقدر يكشفه، انا ما فيني اعيش معه بالقصر. نيرمين ما قصدها تهينكن، ابوك هو يلي هانكن لحتى يثبت انه رجال، تزوج بنت بعمر ولاده. كذب بابا. بابا هو اللي غصبك شي لحتى تتزوجيه؟ انا ابوك كان عم يهينا، ولحتى يثبت انه رجال هي كانت رح تموت من كتر الضرب. ولك انتو شو طينتكن من البشر؟ انتو ما في بقلبكن ولا ذرة رحمة معقول؟ إذا الأم هيك فما عتب على الابن أبداً. عدنان هو اللي أنقذك من الحبس وأظهر براءتك، برأيك هي الطريقة اللي تشكره؟ عزت، شو قصدك؟ شو عم بيصير؟ اللي ورا كل شي وصلت له أنا لهون هو عدنان. دكتورة، لا تفكري نيرمين ملاك، أبي ونزار كمان بسبب هني بالحبس. هلأ هي اللي دخلتكن على الحبس؟ كيف ممكن تكون أعمى لهي الدرجة؟ مو أنتو يلي جبتوا نيرمين وزوجتوها من رجال بعمر أبوها وقتها أنتو حكمتوا عليها بالحبس؟ إيه، بكفي بقى. نيرمين؟ نيرمين شو عم تعملي؟ لو سمحتي عطيني السكين. نيرمين عطيني السكين. لو سمحتي روقي حبيبتي، ما بدنا نتورط. عطيني السكين نيرمين. نيرمين. خلينا نخلص وبعدين روح لحتى تسأل أبوك إذا ضميره رح يرتاح بموتي، وأحكي للناس إنك قتلت بنت بريئة هربت من الظلم والضرب. خذ
خد اقتلني وروح بشره. المخدرات اللي لقوها بالشاحنة عدنان هو اللي حطها، واللي خبر الشرطة عن الشاحنة لحتى يفتشوها هو عدنان. شو هاد اللي عم تحكيه يا عزت؟ عدنان شو مصلحته يعمل هيك فيك؟ بكفي كذب وافترا. عدنان اللي خلى شامل يجي على المحكمة، وشامل اعترف انه كان ورا هالقصة. ليش بدك تشوه سمعة عدنان؟ شامل حكى ايه نعم، بس عدنان هو اللي هدده، اعترف بجريمته وبرقني، بس اللي لعب علي وعلى العيلة كلها هو عدنان. ليكوا قدامكم اسألوه. عزت قال اللي عنده عدنان مزبوط حكيه؟ هذا مضيع عقله، ما أنا عرفان شو عم يقول. مرت عمي مو معقول تصدقي هاد الحكي. حفيدك عزت ما أنه متحمل فكرة زواج عدنان من ملك. وبده يشوه سمعة ابن عمه لحتى ينتقم. أنا سكرت الدفاتر القديمة من زمان، بس أنا ما بقبل أقعد مع غريمي وآكل وأشرب معه. وهذا عمي شاهد، هو بيعرف شو صار. مضبوط هالحكي غانم؟ ليش ما اجيت وقلت شو بتعرف؟ أنا قاعد وما بعرف شو عم بتخبصوا. أنا لو ما اجى عمي وانقذني كنت رح كون ميت من زمان. شو هالحكي؟ معقول كنت رح تقتله عدنان؟ احكي غانم، لا تخليني فور واغلي. شو عم بصير؟ خود اقتلني وخلصني بقى، خلص مهمتك بسرعة. يلا